في تصريح خاص لمركز الأخبار أكد سعادة اللواء الركن طيار محمد بحسين المسلم قائد قاعدة الصخير الجوية أن معرض البحرين الدولي للطيران حقق نجاحاً متميزاً خلال نسخته السادسة هذا العام، وذلك بفضل الدعم اللامحدود من لدن جلالة الملك المعظم، مهنئاً جلالته بنجاح هذا المعرض ومتمنياً للمعرض في نسخته القادمة النجاح والتوفيق. احنا اليوم طبعاً في اليوم الثالث للمعرض، ودي في نهاية هذا اليوم أن أتقدم بجزيل الشكر لسيدي صاحب الجلالة الملك المعظم على المساندة اللامحدودة في تطوير هذا المعرض، ونتمنى إن شاء الله في 2024 حق المعرض الجاي إن شاء الله.